المسلسل كله بيتكلم عن الهوية المصرية، دور على السر بتاع السلطان حامد. الناس اللي بيحفروا في المقام دول بيدوروا على ايه مدفون؟ الورقة دي شكلها من ايام الحملة الفرنسية. الورقة فيها شوية ألغاز. مساء الخير على متابعينا في كل مكان. مشرفني النهاردة الجوكر. الجوكر اللي قرر يغير من نمط أدواره أي خلال الفترة اللي فاتت. على مدار سنين كتير شفناه في الكوميدي، وفجأة قرر ان هو يعمل نقلة في حياته الفنية، فشفناه في العارف في دور الفيلن، والسنة دي هنشوفه في دور مختلف جدا في مسلسل سره الباتع مع المخرج خالد يوسف. مشرفني النجم احمد فهمي. كل سنة وانت طيب يا فهمي، ورمضان كريم. طيب يا خالد، وحشني والله جدا. وانت كمان، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله حلو. 100 100. قول لي بقى، ايه اللي عجبك في سره الباتع خلاك توافق عليه اول ما العرض جالك بيه؟ بص، انا كنت قلت قبل كده، وحتى كنت بقول للاستاذ خالد قبل ما يجي لي المسلسل ده، وكنا اتكلمنا انا وانت في الموضوع ده، انا كنت ماضي مسلسل تاني اصلا خالص، مسلسل كوميدي يعني لجهة معينة او لمنتج معين، وكتبنا 5 حلقات، وكان مسلسل كبير وكان مسلسل حلو وراجع بيه. كان بقالي ده 3 سنة ما كنتش بشتغل يعني. وبعدين لقيت تليفون، تعالى واستاذ خالد بعد كده عايز يقعد يتكلم معاك في مسلسل رمضان، الجونرا مش كوميدي خالص. فقعدنا اتكلمنا وحكالي، او ما حكالي اقتنعت يعني. هي اصلا رواية بتاعت يوسف ادريس، وهو عمل لها معالجة يعني، كاتب لها سيناريو، والموضوع كبير جدا يعني، الموضوع كبير وملحمة كبيرة فعلا، مش كلام فاضي، ومش عشان فكرة بس ممثلين كبار، لا، طريقة الحكي نفسها والسرد تخض وتخطفك يعني. فانا يوميها شبه وافقت من اول قعده، رغم ان انا كنت يعني مرتبط بمسلسل تاني. وبعدين رحت طبعا عشان دي التزامات وكده، اتكلمت معاهم واتفقنا ان احنا ناجل العمل التاني، العمل التاني للسنه اللي بعديها. كنت واضح حتى ان انا هعمل كده عشان كده، والناس رحبت وقالت ما فيش مشكله، كانت ناس يعني محترمه جدا بصراحه. وبدا يعني حتى ساعدني، انا فاكر كان لسه مفيش حد يعني جه في المسلسل خالص، السعداني راح تاني يوم، فانا كلمت السعداني قبل ما يروح يعني، قلت له استاذ خالد هيكلمك بكره فهتقعد معاه. قال لي، كان سعداني برضو ماضي مع نفس الشركه اللي انا فيها بس مسلسل تاني، قال لي يا عم احنا بقى خلينا، احنا عاملين مسلسلات مع نفسنا، مالناش دعوه بالكلام ده يا عم. قلت له بس اسمع. قال لي ما انا كده هروح اسمع. نزل قال لي مسلسل ما يتفوتش يا فهمي. قلت له بالظبط. فقال لي انا كمان ايه، هاجل مشروعي وبتاع وهعمله. فبدات بقى ايه الاسامي زي ما انت شايف، تعاقدات كل يوم مع نجم كبير بره، حتى حته النجوم دي طبعا اللي هي مديه تقل كبير جدا للمسلسل، لا الحدوته نفسها. الراجل منظم جدا وبيشتغل بشكل محترف يعني. انت عندك يعني، انت عارف في رمضان الجو الناس بتخش ب25 حلقة، واللي بيخش ب15، واللي بيخش اصلا ب10، وبعدين بقى نكتب واحنا شغالين. لا احنا ال30 حلقة من الاول معانا ومذاكرينهم وعارفين هنعمل ايه. بس وبدأنا نشتغل وخلصت يعني، انا خلصت وهم هي قدامهم اسبوع مثلا بكتير ان شاء الله يعني. احنا المسلسل بيتكلم فيه فترتين، فتره الحمله الفرنسيه وفتره معاصره، وانت في الفتره المعاصره. اديني بقى خطوط عامه كده عن الدور بتاعك. بص، هو المسلسل كله بيتكلم عن الهويه المصريه، بيتكلم في فترتين، فتره بتاعت 2011 والفتره بتاعت الحمله الفرنسيه، وبيشتغل ان بارلل يعني، بتقطيع متوازي بين الفترتين بشكل في طريقه معينه في الحكي يعني. الدور بتاعي انا وريم ان انا بدور على السر بتاع السلطان حامد، زي ما انت شفت في البرومو يعني اللي كان موجود وقت الحمله الفرنسيه، وانا حتى متسمي على اسمه حامد. وبنبتدي من خلال الرحله بتاعتي نشوف العصرين، العصر المعاصر والعصر القديم اللي هو السعداني اللي هو السلطان حامد يعني. فبنبتدي نشوف ان بارلل، فطريقه الحكي نفسها جديده على مسلسلات رمضان حتى. طب فكره العصرين دي، النقلات دي، مش عامله لك قلق فكره ان احيانا المشاهد ممكن يتوه في حاجه فعشان يرجع للعصر التاني في كشغل اكتر، كشغل اخراج اكتر يعني، دي مش عامله لك قلق في فكره ان ممكن يحصل
مطروحة لا عند لا هقول لك ليه، لان خالد يوسف بص، خالد يوسف مخرج في الاخر جماهيري، يعني مخرج بيبقى عايز يقول حاجه وعايز يتكلم في مواضيع تقيله، بس هو في الاخر بيعمل حساب قوي ان الناس كلها تبقى فاهمه هو بيقول ايه، يعني الموضوع يبقى بسيط ما يبقاش معقد. معقد ومكلكع. فانت بتتكلم في ان لو طريقه السرد نفسها حتى لو فيها تقطيع ما بين رايح جاي، لو انت بتديها لهم بالمعلقه بالراحه جدا، وخصوصا ان ده مسلسل مش فيلم، فانت مش مطالب ما افرض حد قام يعمل شحنه في رمضان برضه فاهم، وراجع عمل مش عارف ايه، لا المطالب ان هو طول الوقت يبقى طريقه السرد فنيه جدا وارتستك وكل حاجه بس مبسطه. وده بالصدفه السؤال اللي انت كنت بتساله ده، كنت في اخر يوم تصوير لو اول امبارح كنت قاعد مع استاذ خالد بعد ما خلصت يعني وبتاع، فهو اللي فتح الموضوع لوحده، قال لي انا بسطت الدنيا جدا في المونتاج ومخلي الموضوع كل الناس تبقى قادرة تفهمه، ما صعبتش حاجة على الناس يعني. مش نغباوي يعني، ما نقدرش نقول ان المسلسل ده نغباوي، لا لا الفئات بالعكس، كلها. مسلسل جماهيري جدا يعني، حتى بره بره الكلام اللي هو ان انت بتبحث عن الهوية المصرية او بتتكلم في موضوع الهوية المصرية وان صعب حد يغيرها، لا هو المسلسل لو انت اخدته على انه مسلسل عادي حتى ما فيهوش، لا في حدوتة وفي بيت وفي اخوات وفي، وحتى في العصر القديم في حدوتة وفي قصص حب وفي، لا يعني في كل العوامل اللي تخليه مسلي بالنسبة لك وقاعد تتفرج عليها. سيرو البيت تصنفه تاريخي ولا تصنفه سياسي ولا تصنفه اجتماعي؟ ما هو ده بقى، هي دي ده السؤال اللي انت بترد عليه، هو مش جونرا معينة، انت تقدر طبعا في جزء كبير سياسي او الاكبر يعني، بس هو في الاخر ما هو تاريخي ده بحكم ان هو اشتغل تاريخي واجتماعي، لان انت في حواديت كتير قوي اجتماعيه وفي قصص حب وفي في عيله وفي اخواتي وفي يعني، فالخلطه دي كلها يا رب يعني ما اقدرش برضه يعني، برضه احنا نستنى الناس هي اللي تقول رايها، بس اعتقد ان هو عامل كل الحاجات اللي ايه تبقى عامل جذب للناس.